شكش وكفته وياسر، اتمنى منهم ان ياتوا الى المقصوره وشكرا، وان تصرف نفسك. ابشر. عامر عامر هيا هيا. هلا والله بعامر. هلا والله بالعيال. ايش هذا ايش هذا؟ ايه لا تمسك شيء، هذه طياره مو بلعب. تكفى يا عامر لا نصدم. كان في احد يتكلم عيال معكم. معهم انت؟ اصدم انا اصدمي ورع. هنا كنقل اجواء تدريس يا بزر. والله انك خطير يا عامر، ما توقعتك كذا. يا ابوي ايش الازرير الكثيره ذي؟ يوي كم ماشي؟ شكلك مسرع. وين مسرع؟ ماسك الدايري انا. هذا الطيران، طيران يا عليمي. تكفى عامر، ابقعد مكانك، ابغى اصور كم سنابه، ابقهر العيال فيهم. مهبول انت، هنا ممنوع. لكن تدري شلون؟ خلاص خليك مكانك وصور سناب. بس منشني. طيب. هلا والله باحلى متابعين، الحين احلى فره بس مو في الارض، في الجو. شوف الطيارة، هذا كود سنابي، ها ضيفوني، ولا تنسون تدعمون الكابتن عامر، هذا كود سنابه برضو. سويتها وصرت الكابتن عامر ولا ما سويتها؟ يا حبيبي انا اللي يتحداني يتعب. ما عليك منها يا عامر، قول وفعل. بس ايش فيك تارك الطارة؟ امسكها لا نقبع. اقبع؟ مهبول انت، هذا طيران آلي، يعني هي تدل، تقول لها رياض، دمام، باحة، أي مكان. طيب والشفاء؟ الشفاء تنكت انت وجهك. انزل انزل. خلاص خلاص تعال. احلى عامر بطل صديقي. يلا شباب تفضلوا على مقاعدكم. جاهزين؟ واحد كرسيه يلا. اقول لك عامر هذا ما هو الطيار، واشك اللي بجنبه ان عامر معطيني فلوس وهو سوق الطيارة. يا أخي ذا مريض وحقود وحسودي. فين الحمام؟ هنا. خير إن شاء الله، ما تشوف أنت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وشوف وجهك. افتحه. كابتن عامر الحق الراكب يفتح مخرج الطوارئ. الله عارف. بزر انت بزر، الى متى وانا اعلمك؟ يقول انه يسوق الطياره وهي تمشي لحالها. كلم. تبي تعقل ولا اوديك ورا؟ اسمع الحين ضبطتك، مكان واسع، تمدد رجلينك، تنام، تفل امها. بس زميلي عنده تعليمات، اسمعها زين. عزيزي هذا مخرج الطوارئ، لا سمح الله اذا صار اي شيء ما عليك الا تفتح الباب. افتحه. اصلا دائما اخوياي في الاستراحه وبالاخص شبيب عبد الله، ما تعرف انت، ما تعرف ما تعرف، دائما يسميني ابو المفاتيح لاني دائما افتح بيبان استراحه وكذا. الله يوفقنا وياك. يا اخي العزيز تفتح بحالات الطارئه بس. حالة الطوارئ ما غيرها. ابشروها بس سعد، ابشروها بالرجال اللي بيض وجهك، انا رجال بعطيك رقمي. ومتى ما بغيت اني افتحه عطني رنه. وش الوضع؟ الوضع ما اردى من ذاك الا ذا، لكن تدري شلون؟
خلى علي. أقول يا الحبيب، التيشيرت حقك؟ والله يعني لا أخفيك سر، حق شبيب عطلة صح؟ وش دراك؟ واضح واضح من شكلك أول مرة تلبس تيشيرت، لكن اسمع خلك رجال وانضبط أوكي؟ ولا بفضح فيك هنا بالطيارة على هالخشم. أفتحه يا الحبيب. لا 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 تكفى تكفى، أبا قدام أبا قدام، والله ما عاد أتكلم التوبة. تكفى تكفى يا كابتن تكفى. يا عم ذا مقعد ولدي، راجع الفندق وشوف. مرحبا، أمروني. الرجال قاعد في مكان ولدي ورفض يقوم من مكانه. يا عم تفضل معي، هذا مكان الولد. قوميني يا الشايب عشان ذا البزر لا هديت. بس يا أخي احترم نفسك، ترى هذا مقعده ما هو مقعدك. يا عم أنت مقعدك في الدرجة الأولى، وقلت لك من قبل شوية. أهي مقعده في الدرجة الأولى وانت جاي تحاشرنا هنا؟ طيب